حاجته. فاحذروا يا كرام، احذروا، ثم احذروا، هذه آخر قضية في الأزمة. لا تخبر الناس إلا بخير، علموا الناس الفأل. إذ في ناس تشاؤميني، إنسان دائما متشائم، نصيحة منها الدأن، وأنا ابنكم الصغير وأخوكم الصغير. لا تجلسوا مع إنسان يثبط من معنوياتكم. في ناس بتجلس معهم بيدمروك نفسيا، بيقول لك الغلاء، والله بكرة لا يصير الدولار 10,000، شو عرفك أنت تعلم بالغيب؟ أنا بعرف اللي بيعلم الغيب واحد. بعدين اللي كان يطعميني أيام الرخص بيطعميني أيام الغلاء. بالعكس، أنت من قله في عندك خلل بالعقيدة. تعرف ليش؟ عنده خلل بالعقيدة، بيفكر حاله أيام الرخاء هو كان يطعمي حاله، تمام؟ أنا من زمان الله الذي أطعمني، ليش أنت وأنت في بطن أمك من الذي كان يرعاك؟ عندما كنت تتغذى من الحبل السري، ربك الذي كان يرعاك. هكذا ديننا. احذروا أبدا، وأنا أتحدى وذكرت هذا أكثر من مرة، لو قرأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا، وأنا العبد الفقير قرأت كتبا كثيرة في السيرة، ما وجدت ولا مرة، والله الذي لا إله غيره، ولا مرة نطق لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فيها تشاؤم أبدا، مستحيل. فاحذر، لا تسمع لمن يخوفك، وحاول أن تنشر بين الناس. صدقا أنا ماشي من حوالي أسبوعين على إشارة، رجل مسن يحمل كيسا ومعه امرأة، شو بيقول له؟ الدنيا بخير. أنا دمعت عيني من هذه الكلمة، قلت للي معي، قلت والله ما عاد سمعنا هالكلمة، الدنيا بخير. كأننا نعيش شرا محضا، اليوم وبكرة وبعد بكرة سوف يفرج الله عن الشام، وسوف يرجع أهلها بخير وعافية، وسوف يرجع دينها بخير وعافية، وسوف تعود منارة للعلم كما أخبر سيدنا صلى الله عليه وسلم، نزع عمود الإسلام من تحت رأسي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. عن جد شيخ، الله راح يفرج، أقسم بالله الله راح يفرج، والله الله راح يفرج، والله العظيم الله راح يفرج. لكن يا إخواننا، نحن المعول علينا، الله قال فإن، مو بتألى على الله، انتبه، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. بتقرأ كل السيرة، أكثر من 70 اسم غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف ليش؟ لأنه الاسم يدل على سوء. يعني واحدة اسمها عاصية، قال أنت جميلة. زيد الخيل، قال صلى الله عليه وسلم أنت زيد الخير. قال صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر، شوفوا شوفوا الجملة، قال أبشر يا أبا بكر، قال مثلك لا يبشر إلا بخير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الفائدة تقعد مع واحد يحاكيك، يخوفك يخوفك يخوفك، بتطلع مقبوط. عود بعد 10 دقائق مع شخص بيقولك إن شاء الله الأمور محلولة. بعدين رب العالمين يحب الشام، رب العالمين يحب أهل الشام. الشام فيها صالحون، فيها كرماء. صحيح نحن قصرنا، صحيح نحن أسأنا، لكن فينا ناس طيبون، إن شاء الله بهم يرفع البلاء. قال صلى الله عليه وسلم بريقة بعضنا، بتربة أرضنا يشفى مريضنا. هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ نحن ننتصر بضعفنا مو بقوتنا. يعني الله إذا بدي يفرج عنا يفرج عنا لأننا ضعفاء. فاحذروا أن تشيعوا كلمة تخيف فيها إنسان. وين ما بتجلس، إذا في واحد يحاكيك يخوفك، قل له أخي في مجال تغير لنا هالموضوع، أنا ماني ناقص، أنا بشر بتأثر. أينما تجلس أنشر الفأل. قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وإنما يعجبني الفأل الحسن. شوفوها، في أقصى الظروف لا يأمن أحدنا أن يقضي حاجته، رعب. وأبو سفيان خايف، يقول أبو سفيان هبت الرياح أكفأت قدورنا وأطفأت نيراننا، اذهبوا فارتحلوا فإني مرتحل. النبي صلى الله عليه وسلم خيانة عظمى من قبل بني قريظة، يرفع رأسه، شو أول كلمة؟ أبشروا بنصر الله يا معشر المسلمين. في ناس بتقول لك أخي أنت بتحكي كلام نظري، يا عمري يا حبيبي يا عيوني يا قلبي، نحن مطالبين في الشدة أن نسمع الناس كلام طيب. لو كنا في الرخاء في داعي اطمئن الناس، هم مطمئنون. هل نحن بحاجة إلى الله تبارك وتعالى؟ مين اللي بيطعمينا؟ الله. ومين اللي بيشفينا؟ الله. ومين اللي بيكسينا؟ الله. ومن الذي يؤوينا؟ الله. هلأ ولا زمان؟ هلأ وزمان. شو اللي تغير؟
تغيرت القلوب مع الله، الله لا يتغير سبحانه وتعالى. بعد كل شربة نشربها شو دعاء الحبيب الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. هاي المعاني حطوها بين أنفسكم، حطوها بين عيالكم. اليوم بكرة ما في غيمة اجت وتمت واقفة بالسماء، تعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين بعدين هالغيمة شو بدها تمشي. بس نحن بهالأزمة نراجع قلوبنا، علاقتنا مع الله. يا رب الحمد لله أنك لطفت بنا، تمام. والأجر على قدر المشقة، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد في بلائه، وإن كان في دينه لين ضعف في بلائه. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بعرضه، وهي بتكفي، ابتلي بأولاده، كل أولاده ماتوا في حياته إلا السيدة فاطمة. شايفين قديش صعوبة؟ بتقول لي أنا راح ابني بالأزمة. النبي صلى الله عليه وسلم فقد كل أولاده في حياته إلا فاطمة، والعلماء يقولون ماتت بعده وأخبر بموتها في حياته، يعني كأنها ماتت بحياته. قال أسر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحكت فبكت، فأسر لها فضحكت. قالوا ماذا قال لك رسول الله؟ قال أخبرني أنه يلاقي الله عز وجل واختار الرفيق الأعلى، فبكيت. فقال لي إنك أول الناس لحاقا بي فضحكت. فابتلي في جسده في المرض، كانوا يضعون يدهم على جسده. سيدنا العباس رضي الله عنه يقول وضعت يدي على جسده فما استطعت أن أبقيها من شدة الحر. قلت يا رسول الله بكم الحمى بك؟ قال إني أحم حمى عشرة من بني آدم وأنزع كما ينزع الرجلان منكم، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي لصلاة الجماعة ما يحسن، يجلس فيأمر بطشط من الماء، يأتي إليه يضع على نفسه، شوف حرصه على صلاة الجماعة، يكب على حاله مي باردة وقاعد بالطشط يتنشط شوي عليه الصلاة والسلام، يرجع يمشي، يرجع يكب على حاله ماء يتنشط عليه الصلاة والسلام، يفز ما حسنان يمشي. إذا ابتلي بجسده، ابتلي في عرضه، ابتلي في ماله، ابتلي في أصحابه. حتى لما قالت له السيدة عائشة أو السيدة فاطمة قالت يا أبتي لا، قالت واكرب أبتاه، واكرب أبتاه، شو قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قرصي، ما في داعي شيخ، ما في داعي، ما في داعي. طيب واكرب أبتاه صح؟ شوف شو قال لها، لا كرب على أبيك بعد اليوم. خلص الكرب، خلص الكرب، وين محله؟ في الدنيا. الله يجزيكم الخير أن استمعتم لي، الله يشهد علي أني أحب أهلي يلد حبا كثيرا. يا أهلي قبل أهلي وبعد أهلي، ويا بلدي قبل بلدي وبعد بلدي. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير ونشوف وجهكم دائما بخير. والله يجزيك الخير يا شيخ باسل أن هيأت لنا هذه الجلسة، وفضيلة الشيخ الله يكرمه، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله أنا خادم لكم، هاي الأولى إن شاء الله، وتشرف بكم ولن تكون الأخيرة إن شاء الله، خادم لكم جميعا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.